اليوم في ميدان الرقيعات. الركض عندنا بخير، بس في نقطة. لو النقطة هي ما تخوز اللي هي التنشيط هذا. الركض بخير الحمد لله، وخير ومستمر ويزيد ما ينقص. أنا مطالب طول عمرك بفحص ولا حنذيل النظاف، العرب الشيبان الأوليين ذويل اللي ما نعرف إلا الشغلة هذه يسوون لنا شواط أرواحنا. تحدي بن حضير مو علي أبو داود الدرعي. شو تسوي الغالي؟ يا ناقتي وإلا العصا وإلا صبري ناقص جود والحرمة. بكرك سابجة اليوم سليمان، جاهز الشيك جاهز والتحميل مرة على طول. شيك خلي داخل بوكك ولا أخوي شيك ما هدبه. درت اليودية، درت اليودية، درت. هذا التراث حتى جيلنا هذا وأبنائنا هذين لا ينسون ولا يحملون الماضي، لازم يتكلمون عن الماضي بوجود هذا الحاضر. فأنا مسرور أنهم هم نمرر عليهم هذا ليذكرون ماضيهم، ثم أنهم يرون ما كيف أرضهم وطنهم كيف كان وكيف الآن يكون. سيذكر التاريخ أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أحيت سباقات الهجن العربية الأصيلة في منطقة الخليج. هذا التراث الذي اشتهر به البدو والعربان في شبه جزيرة العرب ومارسوه منذ مئات السنين. وسيذكر التاريخ أيضا أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان علي نهيان مؤسس دولة الاتحاد هو من قاد عملية الإحياء منذ ثمانينيات القرن الماضي وأنقذ هذا الموروث من الاندثار وأوصل رياضة الآباء والأجداد إلى ما هي عليه الآن من تطور وشعبية وانتشار بين الأجيال. ولما كانت دولتنا هي أساس الركض في العصر الحديث ومؤسسها حكيم الأمة هو الداعم الأول له، كان لابد لبرنامج أهل الهجن في موسمه الثالث أن يخرج عن نطاق تغطيته للسباقات والختاميات في الميادين المختلفة، وأن يترك الزمط والتحدي والرغبة في الناموس والرموز ليغوص في أعماق وتفاصيل حياة أهل الركض. وذهبنا إليهم في بيوتهم وعزبهم وميادينهم المنتشرة في كل مدن ومناطق الوطن شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لنؤكد ونوثق الحقائق التي ذكرناها، ولنكتشف كم كان زايد حكيما وعظيما عندما أسس لهذه الرياضة ودعمها مع إخوانه حكام الإمارات، فصارت صناعة وتجارة واستثمار تعيش عليه مئات الأسر والعوائل وأبناء القبائل في خير ورغد وازدهار. We'll be right back.
أهلا بكم يا أهل الهجن ويا كل عشاق الأصالة في ربوع أولى جولاتنا التي لن تكون بالطبع سياحة في ربوع الوطن، بل للتأكيد على أن أساس الركض كان هنا في هذه الميادين التي يقترب عددها من 25 ميدانا. ما شاء الله تبارك الله. أهلا بكل أهل الهجن الكرام في هذه المحطة الجديدة من جولاتنا التي نزور فيها مواقع ومعاقل الركض والأصايل في الوطن الحبيب. ما زلنا في القطاع الجنوبي لمدينة العين، ومع نسائم فجر يوم جديد غادرنا الوغن وتوجهنا إلى أقصى الجنوب الشرقي صوب مدينة القوع التي تبعد 130 كيلومترا عن دار الزين. مدينة القوع هي معقل قبيلة الدروع، ويبلغ عدد سكانها 25,000 نسمة. هذه المدينة النائية التي ترقد في أحضان الكثبان الرملية الذهبية، والتي وصلت إليها يد زايد الخير لتحولها إلى باقة من البساتين الخضراء. وبالطبع فقد طالتها يد التطوير في السنوات العشر الأخيرة، وصارت المدينة تتمتع بكل المرافق والطرق والخدمات التي سهلت الحياة على أهلها من العرب والبدوان. بعد الوصول إلى القوع توجهنا مباشرة إلى ميدان السباق بالمدينة، ميدان الرقيعات، حيث يقوم أصحاب الحلال هناك بعملية التفحيم قبل شروق الشمس. الجميل حقا أننا وجدنا لوحة ترحيبية من المسؤولين عن الميدان بفريق عمل البرنامج، وكانت لفتة طيبة تؤكد مدى كرم وحفاوة أهل القوع وسعادتهم بهذه الزيارة التي سنقف خلالها على علوم وأخبار وأسرار أهل الركض في هذا المكان. أبو سالم صباح الخير. أخونا علي أبو داود الدرعي صديقنا وحبيبنا، الله يحييك بالنور والسرور، وهو دليلنا ومعرف هذه المنطقة بالنسبة للبرنامج، واللي سوّلنا الجدول هو الجدول عنده وكل الترتيب عنده. والله احنا رحبكم بسلطان ورحب بقناة دبي ريسنج، الله يحييك، ورحب بك وبالأعضاء الإخوان الجميل عندك، الله يسلم. ميدان ميدانكم، واحنا في اليوم في خدمتكم، واللي تبونه ان شاء الله حاضرين ان شاء الله، وان شاء الله انكم تحصلون الشيء اللي انتم جايين تقدمون. لا ان شاء الله بنحصله. صباح الخير، نحن اليوم في ميدان الرقيعات عند اخواننا الدروع، ميدان عامر ايضا بالرشاب السبق، والاخوان كلهم مجتهدين ولهم بصمات في 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 الدوله وخارج الدوله. ورغم نزول الضباب فوق ارضيه الميدان، إلا أننا وجدنا معظم ملاك الأصايل من أهلنا في الرقيعات متواجدين في المكان، يتابعون بأنفسهم عملية تفحيم الحلال وتجهيزه لخوض سباقات هذا الموسم الذي زادت فيه الشارات والأشواط، بدعم من المسؤولين عن هذه الرياضة وبتوجيهات من أصحاب السمو الشيوخ. وكان لابد أن نتعرف أكثر على هذا المعقل التراثي الهام. وبالطبع ليس هناك من هو أدرى بشعاب القوع والرقيعات من أهلها الكرام. حين الدروع هني عندهم خبايا وأسرار. الدروع ما ببساطة الغالي. أول ناس تي تشتري عند الدروع، ومن سنتين تموا ما يبايعونها. أول 200 250 150 120، ما شيء من تعاطيه قال لك الغالي مبروك.
وداها هذاك باعها مليون ولا مليونين. الحين لا يوم تي الدرع الغالي قال لك لا لا ما بيع. ما يبيع ذهن جانا. يبيع التسعيرات. الحمد لله الركب عندنا بخير. الركب عندنا بخير بس في نقطة. لو النقطة هي ما تخوز. اللي هي. اللي هي التنشيط هذا. لو بلا التنشيط حين مرة فأكبر نعمة. اشكرك وانا اتفق وياك وتتفق وليه؟ لكن اللي على يمينك ما يتفق وياك. لا يتفق وياي هو هذي. نعم اللي على يمين يتفق وياي. تقدرون تردهم العالم عن لا ما يردون هذي. لا ما تردهم للحكومه. حطوا لهم فحوصات وهذا وبعد حطوا لهم فحوصات وخسروا انفسهم طال عمرك. شوف وهذا مركاب الطبيعي افضل من كل حاجه. طيب هيا بنا الان الى مفحام القصر. القصر هو اليوم؟ لا 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 خمسة نبي حب الخمسة. الحين بمحم الخمسة. إذن هي بنا مشكلة يوم تفلفس وايد. تفلفس الغالي وتنغنم. إيه تنغنم تنغنم نعم. عندنا مشكلة حن. لا بعد واحد لقيناه سموها اسم هو المثبر. تعرف شو معنى المثبر؟ لا والله ما أعرف. هذا إذا يق عود سبوك سمى المثبر. حاضرين روح. بنات الأصيفر هني مشتهرات عندكم في القوع. الأصيفر طول الله عمركم مشتهرات من السعودية لنعمة في الوقت الماضي. ركض بخير الحمد لله وفي خير ومستمر ويزيد ما ينقص. شيء من بنات الأصيفر عندك؟ عندي من بنات الأصيفر عند الصيفر شيء عندي بنات سمعة وعندي بنات أرقة وعندي بنات فرحة كلهم موجودات. شو الرقيعات شو الريس الرقيعات رقيعات طيب وشوخ الإمارات حاشمتنا يزاهم الله خير ومسوين لك كله ترتيب الطيب لكاد نرتيب عدنا الزيادة شوية مثل بالشارات ومثل في الأشياء هذا. لا عندكم طماعين طماعين وزيادة الأرقام ينهم شيوخنا الحمد لله موسعين وعندهم الخير ويحبون يوسعون. صحيح. والركاب والسبق هني وقبائل البدو اللي كانوا يستعملون الركاب أكثرهم هني في الدار هذه. نعم وحن طول عمرك قصور بان عده ما شيء. الحكومه ذي بتقول شيء قاصر ما شيء. فلكن طال عمرك ترتيب الركض حن هني في رئيسه بعيد ترى. وخلق الله لمن قالوا لهم تفتيش من قالوا لهم تفتيش اعطونا السواد. هني ما عندنا تفتيش حن. هاي النقطه اللي نشكي منها. تبون تفتيش؟ بغينا تفتيش فحص. والفحص بدل ما يركض في الوقن يركض. الحين طال عمرك من الوقانيونا من بضبيونا من دبيونا من كل قرية هنا قالوا ويش رئيس الرقيعات ما في شيء تفتيش. اها فان انتم تطالبون بفحص فريس الرقيعات. انا مطالب طول عمرك بفحص ولا حنذيل النظاف العرب الشيبان الاوليين ذويلة اللي ما نعرف الا الشغلة هذه يسوون لنا اشواط ارواحنا. يعني انت رسالتك الحين للمسؤولين بخصوص الفحص وللمعلقين عشان 1200 لا تطرون 1200 1200 غير ما انت الحين ما يود وتعلق ترى نوديك منك ونشوفنا ما يودين ما تطريه نعت يم عسى تم غفله طول عمر يبا يختل بيننا ختل وندخل الله يعطيك وحده يوم نقول 1200 تخليهن هناك تم ذيك ذيك مهجن العام ما يبنا 1200 آه. يا غير قال لي الصبيبه انشرت هناك قدامنا عاد معطايه ما ادري دم كم بعد. يقول عزلت الشباب يا طويل العمر يا حمدان جم رمز ذهبي في رصيده مضونه جمهور الشباب من السعوديه لين عمان اللي شاهده بالركض واللي نشد عنه حيدا على طول المسافه يا غرمان حتى سيايل الندى ما يلحقنا. صراحة مفحام يفتح النفس
ورئيس الرقيعات صراحة يعني له مميزات نقيان وخضار. عمي نحن في رقيعات ولا في انترلاكن؟ مو في سويسرا؟ متأكد؟ غير ها؟ هذا رئيس رقيعات طال عمرك. رقيعات والله انتم في خير وفي نعمة والله يديم عليك. الله يدوم النعمة علينا والنمان يا رب العالمين. نعم انه في خير وفي نعمة واكبر نعمة بعد ما بشوي نعمة. وانطلق الشوط الاول مشاهدينا الكرام في هذا الصباح الجميل في هذه الاجواء العالمية الرائعة جدا في ميدان الرقيعات. صباح الخير عليكم وعلى جميع المتابعين المشاهدين. التحدي الذي بدأ في هذه الاثناء في هذه الاجواء في هذه السرعات في هذا الشوط القوي والمثير في سن الحقائق لابناء القبائل الكرام هنا في الرقيعات. تحدي بن حضير مو علي ابو داود الدرعي. علي أبو داود يقلب الموازين يقلب الطاولة على بن حضيرم يقلبها عليه قلب. وصل هيثم الحمادي مع مشتاقة والقروب خفاقة الحمادي راح يو هل الخور يو يوكم هل الخور يو يوكم هل الخور يا الله. ضباب الغالي ضباب هذا الضباب ولا شو اللي صار يا ابن حضير؟ الضباب ليش يا انا تركنا عملية التفحيم تجري في ميدان الرقيعات على قدم وساق ولبينا دعوة أحد أبناء القوع لنتناول الريوق. وبالطبع تجمع عدد كبير في هذا المجلس العامر وكانت فرصة لنا لمواصلة الحوار والبحث عن الخبايا والأسرار التي تجعل من منطقة القوع معقلا للأصايل السبق حاصدات الرموز في السباقات. نحن عندنا أسئلة نبى نعرف معلومات أكثر عن المنطقة، تاريخ المنطقة، الريس المنطقة هذه، أبرز الزمول اللي فيها والأصايل اللي فيها، خاصة بنات لصيفر هذه سمعنا عنها كثير من الكلام لكن نبغى نعرف بعد معلومات أكثر عنها. يقول طال عمرك الركض غلق واستوى غلج، يا ناشد ما فيه ملحوق اللي بغيته، دوروا النج من الاصايل خيلة النوق عندك من الحايل الى الحج، ولا فطيمه الركضه يشوق، قوم هات يلي باعها طز لتسبق التصوير وتفوق وتفز يوم تعادل البرج مثل الغزال، وتفهق فوق تخلي اعصابك على ثلج وتنومسك في شوط مرموق على الكاس، ولا تاخذ الرنج ولا الجوايز لي لهن ذوق، ولا تريح وانطب السرج خل الركاب وتابع الشوق شوق. نحن عندنا أسئلة نبى نعرف معلومات أكثر عن المنطقة، تاريخ المنطقة، الريس المنطقة هذه، أبرز الزمول اللي فيها والأصايل اللي فيها، خاصة بنات لصيفر هذه سمعنا عنها كثير من الكلام لكن نبغى نعرف بعد معلومات أكثر عنها. المرخاني الدورة عندك عالمية، دورة الرقيعات عالمية وأنتجت للدور والختاميات وللمهرجانات وللأشواط أسماء كثيرة. عطني من المواقف اللي تذكرها في دورة الرقيعات. لا قصة هذه ضوّة ولا قصة. هذه قصة عندي بنية صغيرة. أيوة يمكن بنت 5 سنين يا 6 سنين. قالت أبوي، قلت لها وش؟ قالت هذه الناقة طالبة طلب منك وحبتني فوق راسي إني سميها ضو. قلت لها سميها اسم وش؟ قالت على اسمها قلت حمدان بن محمد. والله العظيم هذا كلام النص. وسبحان الله هذه بكرة من أركضناها وهي تسبق على اليوم والليلة. صادق سم مبروك. نعم وما العلف الركاب يعرفون الربع ذي لازد مني ريحات مني وهذا سلام عزيزي وهذا سلامتك. أشكرك. ها ناصر، وين ناصر؟ ناصر موجود. حاضر طال عمرك. كيف الحال يا ناصر؟ الله يسلمك. عساك طيب. شو مرتاب عندك؟ شيء جاهز؟ شيء تضمط عليه على هالوقن نباك؟ ان احنا نبات تحدي بينك وبين هالوقن. لا
طال عمرك حنو هالو انتو الا واحد لكن في الدوره ما حد يعرف حد حنو هالو كان قطاع واحد الدوره ما حد يعرف حد حنو هالو كان قطاع واحد ويوم يجينا الصيف والختاميات ايوه حاسب على الحصاد ونفول فايد لا بس يقولون انتو الاول تبيعون الاول ما تقبضون حلالكم تبيعونه لو برخص يعني بال 40 وبال 50 وبال 200 وبال 300 هالسنتين اللي خطفان مسكتوا الحلال عشان كذي قالوا الحين السلالات الطيبه والسبق هني موجودين. انا بقول لك شيء هيثم بالنسبه للبيع كانت في بدايات الركض نعم الناس تبيع اللي يلقى سبوق تبيع لطال عمرك صعوبه الظروف اللي كانوا فيها الناس. نعم اما اليوم ما اصبحوا الناس اكثر شيء الاهتمام عندهم الناموس والرموز والسبق وقيمه العاليه. نعم هذه اللي كانوا يهتمون فيها الناس. يعني انتم السنه هذه هل الرقيعات او رئيس الرقيعات راح يحقق رموز تتوقع في الختاميات؟ باذن الله. في المهرجانات الجايه الحين؟ ان شاء الله حقق في السابق ونتمل ان شاء الله اكثر في السنين الجايه. يعني السلامات بتروح للرقيعات اكثر شيء السنه؟ مثل اول تروح اول وان شاء الله بتروح الحين. تتوقع الانجازات بتزيد هالسنه عند هالقوع؟ السنه بتزيد. بتزيد؟ السنه بتزيد على انا مسوي اول مهرجانات في البيت المتوحد عندنا سالم الهعلوف ومضمر عبيد وزهر وخير ومبصر كفو خذوا شوط باعوا رمز رمز يعني من الاشواط الرئيسيه والاخوان كلهم باقيين العزاب ثاني ثالث على التسعيره وضيف شوطين وسبقوا بعد في الاشواط ضيف شوطين باقيه الحمد لله سبق يعني ما يطلعوا من ثلاث اللوايح حلو حلو انا يهمني اشوفكم على المنصه يعني بنشوفكم على المنصه ولا لا؟ السنه ان شاء الله هذا السؤال ان شاء الله انك بتشوفنا بتشوفنا اعطني تحدي ابغي بلا تقول لي فيه اعطني هذي لحظه عشان يصوروا يقول لك اذا حضروا اخوان شمع هذيل اهل الرقاعات ايوه في تحطيمتين وبعد قال لها هناك تطفر على صوت السماعه بس ما احتاج ضرب. التحدي والضمط بين اهل الركض ليس فقط في الميادين خلال السباقات، حتى في الزيارات التي قمنا بها حتى الان وجدنا ان كل منطقه تعتز بمكانتها وسلالاتها وباصايلها السبق التي خرجت من هذه البقعه وما زال تاريخ الركض يذكرها باحرف من نور. كان لابد أن نقوم بجولة تفقدية لبعض عزب المنطقة حتى نرى بأم أعيننا شاهين ومشهور وليودية وغيرها من الحول والزمول التي أنتجت وما زالت لأهل القوع والإمارات أشهر الأصايل وأرقى السلالات. نحن الآن في عزبة حمد بن سعيد بن علي الدرعي، ليش؟ لأنه يمتلك واحد من أفضل الزمول في المنطقة ألا وهو شاهين. شاهين هو أب للناقة عوايد، ناقة محمد سلطان بن مرخان صاحبة السيف في موسم من المواسم الماضية. جينا نصور شاهين لأن شاهين يعتبر من الزمول الطيبين واللي أنتجوا إنتاجات طيبة، ومثل ما قلنا لكم إنتاج عوايد كان أمام الملأ وكان شاهد على هذا الكلام. نعم. شو أنتج شاهين؟ والله وايد طال عمرك أنتج شاهين، أنتج أول بدلة عوايد ناقة محمد مرخان. رصيدها معروف. شو ابرز عياله يقول لك غير عوايد؟ ناقة محمد بن زايد الغربيه. الغربيه نروح بعنها ماخذ الكاس. ها الغربيه مني ها؟ ما شاء الله. بعنها ملك الغربيه ومحمد زايد اخذها واخذها طال عمره واخذت كاس تنايه في مرموم. يا سلام. زين واخذ الثاني اخذ الثالثه لين خنير في البدري. ترى اللي تنومس شوف ابو سعيد اللي تنومس راعي عوايد يوم تنومس راعي الغربيه يوم تنومس راعي احتلال الناموس يرد حق هذا الريال صح؟ اكيد نعم ناموس الهله وناموس احنا طال عمركم شنف يعني انت تحفز العيال بعد لا لا احنا طال عمرك لازم غالي عندك شاهين شاهين نعم طال عمرك غالي ما تبيعه؟ شاهين لا ببيع من زمان كل عطيت فيها اسعار ما بعته. كم وصل سعره؟ والله وصل سعره 4 مليون. 4 مليون ما بعته؟ لا 4 مليون بنايه ما شاء الله. وصل بعد مليونين وسبع ومليونين وثمان ومليونين وعلاهن 4 مليون. ما تبغى شيء من بنات شاهين ابو سعيد؟ يا بنات شاهين الغالي الناس تدورهن دوره. تبغى شيء منها؟ نبي نجيب له بوش وننوخ له. شو بتجيب له؟ نعم.
شو بتي بالضبي؟ بنا الضبي لا هات الضبي روحه بعدني اركضها بس هالضبي من اقدر اركض بس 14 سيارة هات تنوخاني يا الهن السلام عليكم ابو سلطان شو تسوي الغالي يا ناقتي ولا العصا ولا صبري الناقص جود والحرمان بكرك سابجه اليوم اي سابجه اسكرمها انا زين بعدها يم بحر تغسلها انت الحين مفروض تضحيها الغالي وتخليها شو المفروض اسوي يا ابو سعيد مفروض تضحيها وتحط شادر عليها وتخليها اضحيها اي نعم واخلي شادر عليها هي تعطيها لبن وجت الغالي شو هذا انتوا هالخور كذي ما اعرف انت مغفين الغالي جيتوا سبقت العالم والحين تغسلي بكر شو هالطريقه ولا عندكم خطه غير انت بخبرك عاد انا خبرني نحن هالخور سابجين صح هيه. وهالشي اظني انه مضايقنك شويه لا ما اشوف صنعك الغالي ما صنع واحد مضمر يوك يوك هالخور ولا طموك ها وسحتوك سحت حق لك خير من الله ويا ناقتي يا ريال خلي الناقة تدمع يا ناقتي انا ريال مشتري زين مشتري عاده ابو داوود الغالي بكره بعده يم بحار مفروض اعطيها لبن ويضحي غير ترتيبهم بعد ها انا بتغسل وياه ما من كان من السبق سبقتني انا وابو داوود والحين مستانس بس نعيدها لك ان شاء الله زمط عليك بعدنا بنتلاقى خشمك نحن في عزبة سعيد بن سهيل بن وحيرة الدرعي صاحب مياس أبوه مياس بوعقال بعير حمدان بن راشد الذي سبق وأن فاز برئيسيين شوطين رئيسيين خلال 14 يوم في الوثبة وفي دبي صح ولا لا؟ والمعلق كان سالم بن حضيرم ويقول أنا بعدني صغير ما أفطل آه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه هذا هو راعيه هذا سعيد بن سهيل بن حويرة الدرعي راعي نعم راعي مياس ولد مياس بوعقال هذا أبوه مياس بوعقال صحيح؟ نقول لك الناموس العام في رصيده كم؟ العام طال عمر يوم سن القية ما أخذ الشوط مفتوح القاية ورمز وما وياي ثاني على الرمز وياي ثالث على الرمز وثلاث سيارات ما شاء الله وثاني على السيارة عدة مرات ما شاء الله بعدك ما عزلتها؟ لا لا إن شاء الله ما السنة من قبله الحين سدس ولا فطر اول لا فطر اول اي نعم لا لا لا, لا. هادي, هادي 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 مثل راعي هادي جزاك الله خير هادي والجو عالي وين بتشرك فيه كل الختاميات في الرموز كلها ان شاء الله غير اول رمز ياخذه أيوه؟ عزل عليه اذا الله وفق انت تتريى اول رمز مره من ياه الرمز هذا معطينا مامر عليه يعزلونه اذا خذ الرمز أين نحن الآن؟ أين؟ نحن في معية عزبة مسلم بن سليمان الدرعي صاحب أفضل الفحول والزمول في المنطقة في الرقيعات مشهور سمعتوا عن مشهور وبنات مشهور اللي في رصيدهم تقريبا هذا الفحل أنتج بما يقارب 60 إلى 70 مليون درهم مبيعات بناته ما شاء الله تبارك الله هذا بير نفط ما شاء الله هذا الرجل اللي معانا الان سليمان بن مسلم صحيح كيف حال سليمان عليك ابو سلطان شحالك عساك طيب الله يعافيك يا مرحبا يا حي الله راعي مشهور الله يحييك نورتنا في الرقيعات طول عمرك وهاي مبادره غريبه عليك يا ابو سلطان ولا غريبه على قناه دبي ريسنج اول ما وصلنا قلنا لهم اعطونا كشف بافضل الزمول والفحول في المنطقه والاخ علي ابو داود ما قصر اعطانا الاسماء اللي من خلالها راح نسلط الضوء وخاصه هذا الفحل مظلوم اعلاميا أكيد صحيح اكيد ما اخذ حقه اعلاميا وحد ما اعطنا حقه يطول عمره اللي ما اعطنا حقه واللي ما اعطاه حقه يفداله راسه ونحن ليش جايين اليوم ليش شو تبينونا على الشارع بحقه يا مرحبا تعال انت تعال نعم. قدم هذا الفحل غشمره العاصفه التي حققت ارقام وانجازات لهجن العاصفه في يوم من الايام وخاصه كاس اللقاية قدمت كاس اللقاية في فترة من الفترات إنه مشهور
السلالات كلها ونعم الزين، وتشيل انت السلاله اللي تستفيد منها. انا عابل طعمك عيال بعير، هذا بعير هذا نحن بعناه انا وراعيه تقريبا يعني تقريبا ب 9 مليون 8 مليون باذن الله عيال نبيع بس زين. وبعير وصل قيمات عند راعيه وصل 3 مليون ما طايب يعني. انا بعت بنته 3 مليون على الرياسه. هاي بنته بنته ترى احنا قلنا بناته انا سنويا يعني نبيع ثلاث بنتين حق راعي حق راعي بيع سنويا على 200 3 350 ما شاء الله 200 هذا سنويا يعني هذا هذا الاستثمار. والسلاله الباقي ما بها قصور شاهين ومهجنات بس يعني تتبع السلاله اللي انت تستفيد منها. سليمان بخش كم قد اكمل عندكم الحين؟ والله حوالي 45 سنه عندنا ما شاء الله. نعم طال عمرك. بخش كيف حالك؟ خير بنعمه. من وين انت بخش؟ ولا من باكستان. ونعم كيف حالك بخش؟ خير بنعمه طيب. الحمد لله زين. بخش خبرني مشهور انت الحين متى كنت معه؟ من كم سنه الحين مع بخش؟ مع مشهور يمكن في سجلني نيابله اخوي والله يمكن في 25 سنه نيابله روح وقت سجلني نيابله. يقولون يعض شوي مشهور. لا ما في هذا والله نفرش بيسوي الزرب ولازم في والله انا بذر مشان انت ما تذر مشان لازم بس عضك قبل مشهور. لا ما اذني ولا انا روح ازيك تضربه ولا ما انت تحب مشهور؟ سمسم مثل بابا والله سمسم مثل ابوه والله خلينا سمسم مثل ابوه. زين اذا حد بيشتري يعني مشهور ما ترضى؟ بيبكي في موت. سليمان جاهز الشيك جاهز والتحميل مره على طول. شيكك خلي داخل بوكك والله اخوي شيكك ما هدبه. خلاص مخلصين. ما يخلص والله. سليمان بيعت انا ما اعطيك اياه. سليمان في رايي وانا في عملي لكن ما يرضيني. بخبرك هيد نحن دافعين في الريال فلوس وبيعطونك بعد بتيك هبات. فلوسك ان شاء الله داخل صندوق ما ردنا عليك والله ما هي مشكله. بتيك انت هبات ريح. هبات ريح مسموم ما با. سبعة وصلت. والله اعطيني 20 مليون ما في. 20 مليون ترشني ما في. والله ما في. لا والله ما يريد والله اخوي ما يريد. لا بسم الله بيع ما يريد حمل ما يريد ابوي حمل ما يريد والله مره روح بصلاه. الان نحن في معيه شاهين بن غدير، شاهين الذي انتج واحد من ابرز الاسماء التي قدمت إنجازا مهما لهجن العاصفة ألا وهي انتباه. هذا هو أبو انتباه شاهين بن سالم بن غدير. متى بدأ الإنتاج شاهين؟ والله أول إنتاج لشاهين طال عمرك بكرة اسمها الراعبية ركضناها هني وخذت طال عمرك دراجة عندنا واشتراها سعيد بالكيلة العامري من عندنا. أول بكرة بعناها ب300 وخلاص طال عمرك طلعت له انتباه وطلعت له الحذرة وشاهين ومنحاف وخيال ما شاء الله اسمه والعديد كثيرة. والعديد من الحشاوين اللي حضرني هذه اللي تألقن طال عمرك في مراكيض نعم بعيدة. نعم طيب كلمني عن هذا الاستثمار للشباب. شو تنصح الشباب في الاستثمار إذا أنا بعير يسوي لي في السنة 500-700 أحسن من دخل البناية؟ أكيد إذا عندك أنت بعير يعني مثل هذا البعير عندك بوش تنوخن تبيعها حتى فطايم عياله ولا ناقه مدني تبيعها صح تستفيد انت. هذا بعير السنه نعم. الا ب 800 فطاميل بدون رخصه. هذه السنه انت الحين مسوي مطعم هذا ستريت برخصه وما ادري شو بدون رخصه. شو جدولنا الحين؟ جدولنا نحن جايين عزبه علي بن سويلم الدرعي نعم من حلب. هاي اليوديه قلت لي هيثم تبات حلب. هذه اليوديه من تبوك الورد. من تبوك الورد ناقه عزوف. يقولون ان اللبن ما لها شكر مره شكر. نعم مثل انت بتحلب الحين وبتذوب بنحلب الحين بطعم اللبن. احنا الحين بنحلب الحين؟ اي بتحلب. كنت حلبت انت هيثم؟ لا والله اول مره حلب. شوف حليب ايش قايل. درت اليوديه شوف الشكر شوف الحليب شوف ما شاء الله يا اليودية ما شاء الله. تاريخ هذه المدينة وأحد رجالات هذه المنطقة محمد بن علي بن علوه الدرعي أحد الذين عاصروا البدايات
ودائما البدايات ما تكون أصعب شيء في حياة الإنسان، حتى أصبحت القوع منطقة غناء بعزبها بمزارعها بمساكنها بأهلها وبناسها. حياك الله يا بن علو. مرحبا بكم، مسرتي على نيتكم وجزاكم الله خير على هالزيارة زرتونا إياها، وبيض الله وجوهكم. نعم. أما طريقة القوع، أول قبل 75 ماشي قوع مرة. شو كان في عيال قبل؟ كرمل وصباخ وارانب وثعالب وغزلان بس. بس وين تعيشون الأول؟ نعيش في صدور هذه الشرقية، مياه وراء هذا الرملة. كنا نعيش فيها. مياه هناك. طال عمرك هذه المنطقة اللي تشوفها الشعبية هذه من أولها إلى آخرها، تشوف العراقي ذلك. نعم. والعراقي ذلك مثلها ناطحات السحاب وكرامة الله ثم كرامة زايد الله يرحمه. قال لهم أني الشعبية، قال لي طويل العمر ما تمشي هني. قال لهم تمشي تمشي ثم تمشي. الله يغفر له. ومن روحتوا أنتوا؟ روحتوا بطريق العين القوع ولا بطريق أبو ظبي؟ العين. العين. نعم. شفت المناطق هاي اللي اختفتوا عليها؟ نعم. من عد زاخر ما تشوف الإنسان ولا تشوف السكنة. الله. أرض كلها سحرة كاحلة. فهمت علي؟ وبدي الطرق فيها عام يا طويل العمر عام 69 إلا والله 79 بدأ الطرق فيها 79 أو 79. شو سوالكم الشيخ زايد؟ أمو 79 للكلوة 78 78. شو سوالكم الشيخ زايد؟ الشيخ زايد طال عمره كامر أن الدروع يسكنون هذه المنطقة. نعم. وتوفر مهما ما توفر العين. وعقب الله يرحمه الشيخ زايد عقبه الشيخ خليفة وأخوانه. ونعم وسبعة نعم وبيض الله ويرحم. الأسد يخلف أسد. فهمت علي؟ أسود. وزايد بداها طال عمرك منك إلا شعبيات مزارع محل يعني محلات تجارية كل شيء أسواق. شوفه والركض استواء في العين منطقة العين عام 68 بدأ بزايد. نعم. في شاب ذاك الزمان قام الحليانة وقام وشام وقام الخمري ركون. أي وقت سنين وين يمكن هلك ما استوي ذاك يوم. نعم. الله يغفر الزايد. وبدابة. نعم. وقال محن هذا تراثنا وتراث أهلنا وإجدادنا زايد ولازمنا نوسعه. الله يرحمه. ما وصفها معنا فعال زايد، شفتوها بعيونكم. صحيح. نعم. زيارتنا لمنطقة القوع والرقيعات في القطاع الجنوبي لمدينة العين أوشكت على الانتهاء، لكن كان لابد لنا أن نشكر الرجل الذي كان هو دليلنا في هذه الزيارة والذي قام بكل الترتيبات على أكمل وجه، إنه المحلل الفني وخبير الأصايل علي أبو داود الدرعي الذي ذهبنا إلى مجلسه العامر لتقديم الشكر ليس له فقط بل لكل أبناء القوع على كرمهم وتعاونهم وحسن استقبالهم، وهو أمر ليس بالغريب على أهل الهجن المتواجدين في كل مكان. كلمني عن أهل القوع بشكل عام، وشو يمثل الركض بالنسبة لكم أنتوا يا أهل القوع؟ القوع يعني من المناطق المتواجدة في جنوب العين وتحظى بدعم لا محدود من قيادة رشيدة الله يطول عمارهم. آمين. في كل مكان هم داعمين لكل شيء. الحمد لله. والركض بشرك الحمد لله مستمر، والشباب عندهم طموحات طعم سواء كان في التعليم، سواء كان طعمك في المراتب العليا، سواء كان في الهجن. وإن شاء الله أنكم بتشوفون هالقوع في سواء كان في الركض في المنافسات. شوف أبو سالم، أنا اللي عجبني شيء بعد مهم جدا ومو مجامل لهالقوع حتى هالوقن، أن في موازنة وفيه عندهم تنسيق، يعني تشوف الرتب ما شاء الله العالية والمراتب الرفيعة سواء في القوات المسلحة أو في الشرطة، فيها عندهم الدكتور والمهندس وعندهم المعلم والمعلمة، عندهم ما شاء الله نماذج مشرفة تخدم مجتمع الإمارات في المجال العملي
وفي نفس الوقت تلاقي راعي ركب يمارس هوايته باحترافية ويمارس عمله على أكمل وجه. هذا شيء أنا أشيد فيه هالقوع وهالجنوب. عمر طعمك البداوة وسيرة البداوة ما تمنعك الإنسان أنت من 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 التحضر ومن من العلم. صحيح. بالعكس الإنسان طعمك يسير في الشيء اللي هو مخلف عليه، ولكن ما يهمل الجانب الثاني اللي هو جانب العلم والعمل اللي نهوض بدولته من مراحل لمراحل. صحيح. احنا الحمد لله الشباب طبعا متعلمين ودارسين وكل شيء، وفوق هذا ممارسين هوايتهم اللي هي تعتبر يعني عند اكثر اهل البدو الهوايه الاولى. صحيح. الرياضه، وهذه الرياضه شو اللي يخلي الانسان انه يستمر فيها؟ دعم اصحاب سمو الشيوخ. صحيح. اليوم طعمك الله يطول عمر الشيخ خليفه بن زايد. امين. والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وحمدان بن محمد والشيوخ حكام الامارات. هم داعمين سواء كان طعمك بالتسعيرات، سواء كان طعمك بالمراكيض، سواء طعمك بالجوائز، يعني كلهم تعطي الإنسان إنه ما يهمل الشيء اللي هو مخلف عليه وأسسه زايد وأسسه حياة راشد الله يرحمه. الله يرحمه. شو رأيك في القوع وكيف شفت القوع وهالقوع في هذا اليوم اللي عشناه من الصبح؟ والله شوف أبو سلطان، نحن من الصبح صبحنا في ميدان رقيعات. نعم. لدينا الأخوان ما شاء الله كلهم ينتظروننا ويرحبون بنا. صحيح. هم متجمعين كلهم على يد واحدة. صح. نعم. من خبرهم علي بن سالم كلهم متعاونين. متعاونين. والكل نعم. يقول لك تعال عندي ويقربك. وكلن يعزم يقول تعال عندي، ونحن تعذر وقلنا لهم إن شاء الله مرة ثانية بني، وشفنا المفاحيم، شفنا الزمول المنتجة عنده. صح. زمول طيبة أنتجنا يعني. شو استفدت أنت من الزيارة هاي؟ والله أنا في أشياء ما كنت تعرفها عرفتها اليوم. نعم، أنا شفنا المكان نحن لون يي خطافة على ما قال سعيد. نعم. ما 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 لفينا هاي اللفة اليوم. نحن شفنا هذا الريس، شفنا الرمال اللي تدور بالريس، يعني رمال الرمال الذهبية هذه، رمال ذهبية وعالية والعزب فوق مرتفعة. هذا التعليق حتى أنت يوم تقول شو تحت حبات شو تتناثر. أيوة. الرمال تحت أقدام فلانة. هاي طول عمرك ما مقصر علينا الحمد لله. اول كنا طول عمرك الله رحمه يمينه هني مسوى لنا عيل، شو مسوى لنا كشيء، وخلاص طول عمرك حدود سنه سوى لنا كهرباء، خلاص سوى لنا 120 بيت تحت صرار ما شاء الله، وتمينا فيه نحن المواطنين الاوليين، وتمينا في بيوت ذلاك، وخلاص طلعوا بيوت هني وبدلونا هني وصانوهن وحطوا ناس ما شاء الله، وخلاص طول عمرك سوى اربع يطول عمره 150 الله يرحمه 450 بيت هني، وعاده بتزيد بعد بس هاي كلها رمله لين الشيوخ قاعدينها غرب الحمد لله. يبون يسوي شعبيه الحمد لله. تعال بداود الصغير بس عبد الله، تحب الكوره ولا تحب ركاب؟ اشكرك اشكرك يا ابو عادي اشكرك. حانت لحظه المغادره بعد الزياره التي استغرقت اقل من 10 ساعات، سابقنا فيها الزمن وقمنا بزياره الدوره في الرقيعات، وتابعنا عملية التفحيم، وتجولنا في المجالس والعزب، ورأينا أشهر السلالات المشاركة في عملية الإنتاج بالقوع، وتأكدنا أن الركض الذي أسسه زايد وقام بدعمه كل الحكام بألف خير. وكم كان المشهد جميلا، والعديد من أبناء المنطقة قد حرصوا على توديعنا في الطريق العام على وعد باللقاء في السباقات والختاميات، ورؤية أبناء القوع على منصات التتويج مع الناموس والرموز. راعي الخوارة من هذه المنطقة، من منطقة القوع، هذا راعي الخوارة. شوف راعي الخوارة، سلام الخوارة، سلام راعي الخوارة. أنت اليوم من منطقة القوع، والخوارة هاي تعني لك الكثير. والله نعم. شو الخوار، شو تقول عن الخوار؟ والله الخوارة كل الناس يعرفون عنها، والخوارة فيها انجازات وايدة، ولها انجازات ولها سيارات وسيوف. سلام. وانزين يحصلها 4 سيارات اكس فيف وانتاجها وانتاجها العشرة، وانتاجها منتجها شاهين الرياسة الشيخ خليفة ومياس ومحنة. سلام. وكلها نسبق ما شاء الله، ومن الطاقي بعد وواحد. سلام. وايد اله. هذه هل وقن يعتبرونها احد رموز المنطقه؟ صح صح، هي من رموز القوع. ها هذه الخواره، شوف يا سلام، من رموز القوع. يا سلام، هذه الخواره، شوفها، شوف الخواره، شوف شوف الخواره، شوف شوف شوف. يا حافظ على الخواره،
طبعا غادرت الخوارة العام الماضي خلاص. يلا الله يعوض خير ان شاء الله عنه. يعوضكم ان شاء الله خير ان شاء الله. هو شاعر طال عمرك لكن تشاينا شغل الصين. الصين مال الصين صيني صيني. ايوه ايوه تطوير. ايه يقول لك كذا شوف اذا غامرت في شرف اغامر كل يوم يوما وانت يومها كل يوم صح ولا لا؟ يا سلام ابتسم عليك يوما على كل يوم. الله يا ريت وسالم ملا ربنا حضيري مي اتمشى وكذا ودلع كل يوم كل يوم. الله 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 لا 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 ما في حيله. يتلاعب 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 بالشعر بالشعر بالكلمات. شاعر ما في كلام. الجزل نعم. امير الشعراء انت اليوم. فكون اميرا وانت اميرتي وكون امرك يا اميرتي. الله يا سلام يا سلام. تشبيه تشبيه تشبيه. وارى المطيه تركض في الدوره واركض معها كل خالي على كل خلق. يا سلام يا سلام. لا 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 ما يرام يا اخواني الشاعر. لا 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 انت اليوم احمد شوقي القوع بسميك. ايوه اوكي هذاك ماضي وانا مضيته. الله. واليوم كله ماضي على كله ماضي. الله الله. سلام عليكم يا محبين. انتوا احببتوا النفس وللنفس حبابها. يا سلام. انا ليش اقول لكم هذا الشاعر جزلي يا اخوان؟ اخر محاوله له بقول لكم كيف تعطيه البيت ويكمل. اسمع. ليس الفتى من قال وقيل من قيل اي قيل وانت قيلا على كل مقاله. الله الله الله. يقول يا اهل الهجن مني التهاني السيف والناموس محسوم باسم الذي عالي المكاني حمدان فزاع المكتوم رجل المكارم والمعاني هجنا لهن تاريخ وعلوم العاصفة لها جو ثاني محطمه تيمات ورقوم محطمه تيمات ورقوم ابداعهن في هالزماني عند النهايه يسوون هجوم ما يعشقنه رقم ثاني هو رقمه الاول على الدوم. على الدوم بيض الله وجهك. صح زاد. ما دام شيوخنا عيال زايد الركض يكون ازين وزين. ها يرفع ارفع شفت برضو زينك حيدة. لا صح. خلي القصيدة تولي. خلي القصيدة الحين تولي الحين البنال تولي. قال لك البنال الجماعة انا ما نودي حد يزعل ابو عبيد. ما نودي الجماعة يزعلون الحين واحد طال عمرك في الكلام في الشوط هذا القوية التي تنطلق مع خبراتكم ويبدل غير والتيم عنده سعيد بن بطيب السيف صراحة ابداع. شيخ زايد يقصر على نفسه ويعطي الشعب والشيخ محمد نفس الطريقة. زين متى دخل المسبح؟ متى وقته؟ متى الصبح؟ الصبح أقول معشى. لا الصبح. الله دواء.